عوض من استاذ عوض من المنصوره، اتفضل. ازيك يا استاذ وائل؟ اهلا بيك، اتفضل. السلام للاستاذ احمد مرتضى منصور والكابتن ابراهيم صلاح، كابتن السنبلاوين، كابتن المنصوره. انت داخل على ابناء الداهليه. على طول ابناء الداهليه صاحبك. انا بقول للكابتن ابراهيم صلاح، احنا بنطلب منك الدوري السنه ده يا كابتن ابراهيم، وليك هديه مني عربيه بام. عربيه ايه؟ عربيه بام يا كابتن ابراهيم صلاح، نطلب منك الدوري ليك عربيه مني هديه بام. لا تليفونك في الكنترول بقى. سيبت ان شاء الله الدوري. خلي رقم عندك، انا صاحب. خلي بالك الوعود على الهوا انا بتابعها استاذ وائل، انا صاحب. ما بسمحش ان حد يقعد على الهوا ويفلت يا باشا. انا صاحب شركه في المنصوره في السنبلاوين. اسمعي، عندك معرض عربيات يعني؟ سيب تليفونك. شركه. شركه انا حضرتك. ايوه، واني ابراهيم صلاح بدي عربيه بيه، بس بيديني الدوري، اطلب منه الدوري على هي العربيه. مش الواحد ان شاء الله احنا ناخد الدوري اهم حاجه، اهم العربيه. ورقة انا عندك يا استاذ وائل، والهديه ان شاء الله اكون انا عندك، وانا سلام للكابتن ابراهيم صلاح. طيب انا بشكرك، وده يعني وعد على الهواء يعني في نهايه البطولة إن شاء الله، يعني لو تحقق ذلك هنتابع الوعد ده.